ابتدينا منذ عام 1887 اول صوره التقطت بيد مصور عراقي نعوم الصايغ والذي كان تلميذا في مدرسه الاباء الدومينيكان الفرنسيين الذين نقلوا التصوير الفوتوغرافي لاول مره الا بالعراق. يعني منذ 1887 الفرنسيين اسهموا في اول خطوه التصوير الفوتوغرافي داخل العراق. In fact, I would like to say that the French people was the first who participated to bring the photography here to Iraq. It was in 1878, in fact, through the Dominicans who brought the first photograph equipment to take pictures here in Iraq. وبالتالي عندما ننتقل من 1887 إلى قطيف العامي خمسينيات، إذا لدينا ستة أجيال مركبة استطاع لطيف العاني أن يحصل على ثروة كبيرة استطاع أن ينميها مقابل ثلاثة مصورين بارعين في نفس الوقت. كان هناك ما قبله ومعه مراد الداغستاني من الموصل، وكذلك عندنا الناظم رمزي، وبالتالي عندنا محي عارف في بغداد. فكان ظهور لطيف العاني في ذيك تلك الفترة يعني قضية فنية كبيرة، واستطاع أن يقدم شكل جديد من التصوير الفوتوغرافي ضمن هذا المشهد المعقد. So since 1878, five generations from that time to the time of Latif al-Ani. Especially with him, there were three photographers important, Mr. Daghestani, Nadhim Ramzi, Muhi Arif, who accompanied him in his tour of photography. بالتالي ما نشاهد اليوم هو تعبير عن كل هذه الثقافة الفوتوغرافية اللي مرة أخرى أؤكد أنه الفرنسيين قبل 70 80 يعني عمليا راح يصير حدود 100 140 عام لما قدموا لنا هذا الفوتوغراف وننجح مره ثانيه ان نقدم هذا الفوتوغراف في هذا المركز. انا يعني اشعر بسرور بالغ بهذا الموضوع. يعني I'm very happy to see to say and to see that French people who since 1887
who made the photography and brought the photography here to Iraq, and today the French people who organized this event, very important, whether the exhibition, whether the film. I can make a comparison between the past and the present, and to say that the French people is still present here to show us the art of photography, the art of archery. Thank you.